بدنا نفرجيكم الشغلة بيستعملوها السعوديين في الصب على دار الحيط، على أطراف على الداير بحطوا في بوليستر أبيض. البوليستر الأبيض هذا بعطي منظر جمالي لما يفك الصبة على، طبعا الداير ما يندار بيكون هذا على داير العمارة كلياتها، بعطي جمال ل الصبة في النهاية. خلينا نطلع على العمارة اللي جنبها. شايفين العمارة اللي جنبها كيف؟ بعطي فعلا منظر جمالي للهفة، بس على القصير يزبطها وخلاص. طبعا بغطوه ببلاستيك، بلاستيك طبقة بلاستيك أحسن لا يمسك مع الإسمنت ويغلب في عملية الفك، وبثبتوا طبعا المسامير بالخشب. الكويس كمان انهم بثبتوا علب الكهرباء، بثبتوها قبل شبكة الحديد، قبل شبكة الحديد بثبتوا علب الكهرباء الموجودة على السقف، بحددوا اماكنها بثبتوها قبل. طبعا هاي قطع الفلين، بعدين هذا الشبك جاهز بنباع شغل صبة الأرضيات، ألواح شبك جاهزة حديد 6 ميلي لصبة الأرضيات. هذا هو البوليستر أو الفلين، البوليستر اللي بيستخدموه، ألواح طول كل لوح متر وبقصقصوه حسب الشكل اللي بدهم اياه.